حاليا الوضع احسن، كان في الغام كثيره، عانت العالم من الالغام، حاليا الوضع احسن، ونتمنى من الجهات المعنيه انه يكون ادق بالتفتيش على الالغام، لانه لسه في مناطق ما تفتشت وفي العالم متخوفه، يعني في ناس كثير بالمخيمات وبرات الرقه ما عم تستجري تفوت خايفه من الالغام. بالنسبه للالغام يعني اول ما رجعت العالم كانت يعني كميه الغام كثيره بالموضوع، يعني بالنسبه طقت عالم كثير يعني، والهندسه يعني اشتغلوا عليهم يعني، بس لاحظ في مناطق ما فاتهم عليها ونظفوها. يعني من كم نهار بيعدنا طقه لغم هنا، نحن مو بالشارع الاول بالشارع الثاني، ولاد صغار يعني جاي ينبشون وطق عليهم لغم. اول هي الغام كثيره، تمشي بالشارع وين ما تمشي تلقى لغم لغمين، عرفت؟ ما بشارع ما تلقى بيه الغام. الحز يجوز اول كل اسبوع، كل اسبوعها اقل شيء 20 25 لغم يطقن يفجرن بالعالم. والحز الحمد لله ما بشي، يعني ما 10% والالحز الرفاق الهندسه يعني دا يشتغلون. المكان اللي يلاقون بيه لغم فورا يمشطون الحارات، البيوت كلياتهم. والهندسه موجوده، ايمت من جمع المدنيه على الهندسه يقولوا مثلا شفت لغم يروح يفك كله اياه وكذا.